طيب الله يعطيك العافية، بس خليني هاي آخر نقطة بس بدي أحكيها قبل ما نطلع نحكي عن الامتحان. سامعيني؟ ها دكتور دكتور. سامي. طيب يعني رجال البقية، يعني أنتم بدنا نسمع منكم، أنا لازم أضلني أطلب بالاسم يعني. بس مهند يعني الله يعطيه العافية، مهند ما حدا بيشارك غيريه يعني، ويعني حسن حكى كمان مرة يعني بدكم تحكوا يعني، بدنا ساكتين ولا الواحد يسولف لحاله قاعد. هلا بدي ارجع اسال السؤال مرة ثانية. سؤالي قلنا الماكسيمم فيلوسيتي بتكون لما ار تساوي ار نوت، ام سوري لما ار تساوي صفر، اذا هذا الحد بروح بتصير عندنا واحد ناقص صفر بتعطينا الماكسيمم فاليو الفيلوسيتي، وهي بتصير وين؟ بالسنتر. طيب المينيمم فيلوسيتي وين بتصير من المعادلة؟ لما R قديش بتكون قيمتها؟ لما R بتساوي R zero يكون ال velocity كله صفر. لما R بتساوي R zero، صحيح يا صالح 100% كلامك مظبوط 100%. لما R تساوي R not يا جماعة بتصير هاي الريشي واحد. هلا واحد ناقص واحد، طبعا واحد تربيع بتطلع واحد، واحد ناقص واحد صفر، صفر مضروب بالحد هذا بتطلع عندنا الفيلوسيتي صفر. طب وين الفيلوسيتي بتكون صفر؟ عادة هي الفيلوسيتي وين بتكون صفر؟ على سطح الانبوب صح من جوا. No slip condition. Yes. No slip condition. إذا هاي المعادلة منطقية لأنها تتوافق مع No slip condition اللي حكينا عنه. تمام؟ وهي بتوصف لنا الفيلوسيتي of a flow at any point. تمام؟ إذا هاي المعادلة بلا keep it in mind. طبعا يعني احنا الفي ماكس هلا زي ما حكينا راح تطلع الفي ماكس لما تكون هاي تساوي صفر، وبالتالي الفي ماكس بتطلع P1 minus P2 في R نوت سكوير على 4 ميو دلتا اكس، والمينيمم صفر معروفة هاي. فلاحظوا هاي المعادلة بتربط لنا بين الفيلوسيتي والراديوس at any point، بلاش نسميه الراديوس، الار at any point لأنه الراديوس هو ثابت عادة بكون الار ماشي. وكل ما زاد الـ R بتقل الـ velocity بشكل تربيعي، بشكل تربيعي. هاي اللي بنسميها الـ parabolic relation. طبعاً هاي بدكم تنتبهوا أن العلاقة هاي بتنطبق فقط على مين؟ على laminar flow. يعني هاي الـ velocity profile لمين؟ للـ laminar flow. هلا الـ turbulent flow بختلف، الـ transition بختلف. ماشي الحال؟ في سؤال لحد الآن؟ أي استفسار عن المادة؟ طيب بنوصل لهون احنا. طبعا هاي الصورة يعني هي فقط للتوضيح، ونلاحظوا كيف بتتغير الفيلوسيتي بشكل تربيعي مع هذا البايب، وهي السنتر تبع البايب. الفيلوسيتي بتزيد بشكل تربيعي تتوصل ماكسيمم عند السنتر، والشير ستريس بنقص بشكل بنقص بشكل تدريجي تيوصل للسنتر، او بزيد اذا كنا بنمشي بعيد عن السنتر. ولاحظوا الاتجاه السهم هون، هاي اتجاه السرعة. الشير ستريس دائما اتجاهه معاكس لاتجاه السرعة او اتجاه الفلو، وهذا منطقي لانه هو يمثل فريكشن فورس. واضح؟ اذا بالبايب اندر لامينر فلو بده يكون شكل الشير ديستريبيوشن بالطريقة هاي، الشير ستريس والفيلوسيتي بالطريقة هاي. تمام؟ طيب بنوصل هون، بنوقف هون عند الفولي ديفلوبد فلو. طيب هلا انا شوي بدي احكي فقط عن الامتحان. شفتوا علاماتكم؟ حد ما شاف علامته؟ حد ما وصلت وش يعني اللي قدمه؟ طبعا الورقه الاولى والورقه الثانيه اللي هو السؤال بارت بي اند بارت سي، في حد ما وصله امتحانه؟ صلح. طيب يعني اكيد اللي حاضرين وصلهم، واللي مش حاضرين ما لهمش علاقه بالموضوع اساسا، البقيه هم ما مش دارين اصلا اذا في امتحان. ماشي. طيب فانا الان يعني في ملاحظات عامه بدي احكيها عن الامتحان، وبعدين بدنا نحكي شو الاشياء اللي يعني ممكن نفتح لكم المجال اذا في عندكم اي سؤال عن اسئله الامتحان نحله مع بعض، اي استفسار. هلا انا يعني زي ما بتعرفوا حاولت اعمل الامتحان هايبريد بين المالتيبل تشويس
والحل العادي. وأنا ما عندي أساساً مشكلة، يمكن يعني في ناس اعترضوا على أنه يكون الامتحان يعني في multiple choice، ما عندي مشكلة يكون الامتحان كله حل. وحقيقة مش المشكلة عندي أنه أنا يأخذ معي وقت أطول للتصليح، لأنه أنا أساساً معي أسبوع بالقانون أصلح الامتحان، وبأسبوع بصلح أي امتحان بغض النظر شو طوله. المشكلة الأساسية بامتحانات بالأسئلة اللي هم بارت بي أند بارت سي، أنه يا جماعة في عندنا إشكالية في موضوعين. الموضوع الأول، يعني أنا اكتشفت أنه في كثير ناس بيسلموا أوراقهم بدون ما يكتبوا الاسم عليها. طبعا هو مسلم، يعني اللي بيسلم على الإي-ليرنينج أعتقد بكون مسلم تحت يعني الإيميل تبعه، فبقدر أعرف مين اللي مسلم هو إز هو، ماشي، لما بدك تكتب له العلامة. لكن في ناس بتأخروا بيسلموا الامتحان، بتعرفوا بعد الامتحان بودوا لي على الإيميل، ماشي، وبكون الإيميل تبعه وبدون اسم. طب أنا يعني أنا بالله عليكم كيف بدي أعرف مين صاحب الامتحان ما دام الورقة مش مكتوب عليها اسم وبعث لي إيميله؟ يعني بدي أقعد أدور على الإيميل هسه، وخاصة أنه حتى في ناس يعني ما بلتزموا بالإيميل تبع الجامعة، فكيف أنا بدي أعرف لمين هاي الورقة؟ لاحظوا أنت قديش المعاناة. الشغلة الثانية، يعني في ناس كأنه مقصودي يعني الشغلة، أو أنه يعني تحملوني بتهبل، بروح برجع 3 متر وبصور لي ورقة هالامتحان، باجي طيب أنا أصلحها، افتح ورقة الامتحان مش واضحة، قربها بتصير الخط فاهي، فعدت أوراق أنا للأمانة ما قدرت يعني ما قدرت أقرأ إشي فيها. طب كيف بدي أصلحها هاي؟ أنا شو بعرفني شو المكتوب؟ يعني هو هل بده يصلح الورقة وراكو يعني عنده قدرات خارقة مثلا، يعني عنده مايكروسكوب إلكتروني بده يفتح الورقة يحط هالورقة ويشوف شو المكتوب؟ إذا ما كانت مقروءة لكل ورقة ما بدهاش تكون مقروءة للي بده يصلح، شو بدي أعمل أنا ورقة مش مقروءة؟ وهي أنا في عندي أمثلة، أنا ما بحكي من فراغ، بورجيكو إياها وبتحدى اللي وداها يقدر يقرأ اللي مكتوب، تمام؟ هلا أنا بفهم إنه الواحد ممكن يكون مثلا تليفونه مش واضح، ممكن إنه أخذ الصورة سريعا وما طلعتش واضحة، بس يعني هاي المشاكل إمتى بدنا نخلص منها؟ إذا هاي المشاكل ما بتقدروا تحلوها خلينا نعمل الامتحان مالتيبل تشويس كله. إذا في عندكم حل ثاني أنا مستعد، أي اقتراح أنا مستعد، تمام؟ أما أنا أقعد والله أنتم عارفين يعني أنا بقعد ألقط فيهم ورقة ورقة بالنهاية، خاصة الناس اللي بيسلموني على الإيميل، وأنا والله كل سؤال مددت لكم ما لا يقل عن 5 دقائق بكل سؤال من السؤال الثاني والثالث وحتى السؤال الأول، بحيث أنه الناس اللي ما لحقوا اللي قالوا أنه ما لحقنا نصور يصوروا ويودوا. بعدين يا جماعة اعملوا على هالبي دي اف، يعني اعملوا بي دي اف، حولوا بي دي اف، نزلوا عندكم تطبيق على التليفون، تمام؟ أو إذا كنتم بتشتغلوا من لابتوب نزلوا التطبيق، في تطبيق بسيط ون كليك تختاروا الفايل بتحولوا، يعني ما بخدش منكم والله ما بخد نص دقيقة، أنا ببعث لكم إذا بدكم لينك، تمام؟ أما أنتم بتودوا لي مرة فيجر ومرة مش عارف بي ان جي ومرة اكس واي زد وها تعرف افتح الملف، ومرة بتيجي الصورة مقلوبة ومرة مش واضحة ومرة الخط مش، يعني بعدين يا شو أسوي أنا؟ قولوا لي أنتوا هسا حطوا حالكم مكاني، أنتوا في عندكم بتيجيكوا إجتكوا 80 ورقة، في منهم ما لا يقل عن 20 ورقة، 80 ورقة بفورمات عجيبة غريبة، طب كيف بدي أصلحه أنا السؤال؟ ما أنتوا شفتوا أنا كيف بدي أصلح؟ أنا بدي أفتح الورقة على البي دي أف إذا كانت بي دي أف أو فيجر أو واتيفر، وأبلش بهالماوس أحرك هالماوس صح خطأ، هاي أعمل كذا، هاي وين بقية الحل؟ يعني أنتم ملاحظين قديش المعاناة بامتحانات الأونلاين بالنسبة لي أنا امتحانات الحل؟ المالتيبل تشويس أكيد أسهل لي، لأنه المالتيبل تشويس كلياته آلي، هو بيصلح وهو بيعمل كل شيء، ماشي؟ فأنا يا جماعة يعني بدي منكم تتعاونوا معي رجاءً، يعني أنتم لاقوا لي آلية، ما عنديش مشكلة الامتحان كله يكون حل، ماشي؟
بس لاقولي آلية أول إشي أضمن إنه يعني بتعرفوا أنا ما بقدرش أعطي كمان وقت كثير بحيث إنه اللي بخلص زي ما بتعرفوا شو اللي بصير اللي بخلص هالامتحان بروح بوزعه على البقية وكثير صارت يعني إحنا ما بنحكيش برضه من فراغ من تجاربنا السابقة واحد بخلص امتحانه وبروح بودي للبقية بحلوه بسلموه ماشي سواء سلموه نفسه وغيروا فيه تفضل يا محمد إذا في مجال أنا ممكن أساعد يعني تقدر تبعث لي أسماءهم اللي طريقة التسليم تبعيتهم غريبة أو أنت شو واجهت مشاكل وأنا بتواصل معهم على الخاص بس بسجل لهم فيديو كيف يعني تصور الورق وتسلم بسرعة بصير مهند يعني هاي فكرة كويسة بس شوف المشكلة وين المشكلة إنه في ناس مش مهتمة يعني هو بفترض إنه يعني أول إشي يعني أو أكيد هذا مش أول مرة إحنا بنعمل امتحانات أونلاين فهو بفترض إنه خلص صور ووده وصل طب ما أنا بدي أعرف أقرأه يعني أنا عندي ملف بفتح ملف بعرف إيش أتبع بعرف إيش أقرأ الخط صغير قلت لكم واحد رايح قبل رايح 3 متر قبل بعيد عنه وماخذ صورة مش كيف بدها تطلع الصورة هاي ماشي يعني هل أنا الآن بدي أصير بعد شوي مهندس أو مهندسة وبعرف إيش أخذ بيكتشر بعرفش أحول البيكتشر هاي لبي دي اف يعني في مشكلة عندنا عرفتوا علي؟ يا دكتور نعم هلا طريقة إنه نعملها بي دي اف كتير بتاخد معنا وقت ليش يعني ليش تغريد ليش اللي عملوا ليش أخذت ما أخذت معهم وقت بكثير عملوها ليش؟ والله يا دكتور إني بدي أصور وأعملها بي دي اف وبنزلها واعملها بعدين انزلها على الايلينج كثير بتاخذ وقت صراحه لا والله يا تغريد ما بتاخذ انا بخالفك لكن اسمعي مش هاي مشكلتي يعني انت صوري وابعثي الفيجر بس يعني هل الفيجر هاي مقروءة بتعرف اقرا انا مش هنقدر اصلح عرفت فاهم عليك دكتور انا بحكي يعني للناس ما كان عندي مشكله اي فورمات بفتح عندي اي فورمات بفتح عندي على وحتى اي فورمات عجيب غريب بقدر انا انزل له اروح انزل له الاكستنشن تبعه واخله يفتح حتى لو ما فتح من الويندوز مش هون المشكله انه احنا نسلم شيء مقروء قابل للقراءه هي هاي هون المشكله كانت دكتور نعم أنا ما وصلني ورقتي مصلحة ما وصلتك ورقتك أصلاً ولا ما وصلتك مصلحة؟ ما وصلتني مصلحة يعني إجتك يعني ما وصلتني لا ما وصلتني هي بالأصل تسلمتيها وين؟ على الإيليرنينج ولا على الإيميل يا ديالة؟ إيميل إمتى سلمتك؟ بعثت الورق؟ أي سلمتك؟ أنا ما وصلتني إذا بعثت الورق تحمليني يا رزان شوي تحمليني خليني أكمل مع ديالة ديالا انت سلمتي متاخر يمكن يعني بس مش كثير متاخر يعني قديش مش كثير احكي لي يعني 3 دقائق دقيقتين هيك اشي خلاص ماشي على كل حال انا برجع بشوف هلا بسجل اسمك إذا أي إشي وصلني المهم تكون وصلت ترى إذا ما وصلتش we are in trouble ماشي. دكتور ببعث لك سكرين إذا بدك على الإيميل متى وصلتني لا 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 ما بدي لا تبعثي لي سكرين ولا إشي إذا إنك بعثتيها بتكون وصلت حتى لو راحت على الجنك ميل بتكون موجودة ديالا هلا أنت السؤالين ولا سؤال واحد منهم يعني بارت بي وسي ما وصلني ولا إشي عنك انت سلمتيهم 2 قصدي طيب ولا يهمك خليني اشوفهم وانا برد لك خبر على الايميل ابعثي لي ايميل مش غلط برضو كمان للتذكير دكتور ماشي يا ديالا سمعتي تمام. شو حكيت ابعثي ايميل اكتبي لي فيه انه البارت بي وبارت سي انا بعثتهم بالايميل وانا سجلت عندي هون بس للتاكيد يعني لانه يعني في عندي راح يكون اكثر من مشان اقدر اتبع تمام ان شاء الله ان شاء الله تفضلي مين بدي يحكي كمان رزان تفضلي دكتور انت بعثت الحل اللي صلحته لإلنا بعثته نعم انا ما وصلني شيء طيب هلا انت سلمتي يا رزان
على الاي ليرنينج وعلى الاي ليرنينج كمان. مش ايميل رزان. ايش الاوامر؟ طيب يا رزان، ما وصلك لا البارت بي ولا البارت سي؟ ها لا ما وصلني شيء. وسلمتي على اللي على ال على الاي ليرنينج؟ طيب برضو ابعثي لي ايميل احكي لي الكلام هذا، رجاء ابعثي لي على ايميلي انه انا سلمتهم على الاي ليرنينج السؤالين. يعني ممكن يكونوا هون ولا هون، ممكن ما عملت لهم مش ما عمل لهم مش داونلود السيستم. سلمتي اون تايم مش هيك؟ بنفس الوقت. خلاص بشوف لك اياهم يا رزان. غيره دكتور؟ ايوه تسنيم. يعني هلأ ما في مجال ينعم ريكوز نعدل فيه علاماتنا، لأنه العلامات صراحة مش في زيادة أبدا. يا تسنيم يا تسنيم حمليني شوي. هلأ أنا لسه خلينا واحدة واحدة، بدي أشوف اللي صار عندهم إشكاليات فنية بالنسبة لتسليم الامتحان أو ما عملوا الامتحان لأي سبب من الأسباب، نفهم إيش اللي صار مشان إذا في أي مشكلة نحلها بعدين بدنا نحكي شو بدنا نعمل للعلامات. يعني أنا عندي خطة أو اقتراح أو أكثر من اقتراح وراح نتباحث بالموضوع. تمام. ففي حدا سلم وما وصلته، انا بحكي عن بارت بي وبارت سي، لانه بارت اي معروف يعني ما فيهوش مجال. بارت اي الاصل انكم شفتوا علامتكم، طبعا انا زبطت الاشكاليه اللي صارت بالنسبه للبرمجه، فالان العلامه الموجوده هي العلامه المعتمده واللي بعثت لكم اياها. اللي في عنده بارت بي او بارت سي سلمه وما وصلته العلامه يحكي لي. هلا قبل ما نحكي كمان على الكويز، ما هم بدنا نحل الامتحان ونشوف اذا في حدا عنده مراجعه. بعرفش انا، يعني انا كان في مشكله بصراحه. هلا بدي احكي لكم انا بالنسبه لسؤال بي، لو سؤال بي كان الكمبريسر مش هيك مزبوط؟ مزبوط دكتور. هلا سؤال بي اذا بتتذكروا احنا فيه هو نفس المثال المحلول عندكم بشابتر 3، بس انا اللي عملته مشان يعني ما يكونش طبعا كوبي وبيست واتاكد انكم فاهمين، انا عكست اتجاه الفلو، يعني حولته من فاكيوم بامب لكمبريسر، بس هو بيسكلي نفس الحل راح يكون، الا انه الماينس اللي بتكون على الجهه اليمين. هلا راح اورجيكم انا كيف راح يكون الحل. خليني اتحملوني دقيقه بس خليني اجيب التليفون مشان اشبك على الانترفيس. دقيقتين بتقدروا تاخذوا هالاستراحه دقيقتين على بين ما اضبط الانترفيس اورجيكم حل الاسئله.
يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. الله يعافيك دكتور. طيب أنا بس هون بدي أروح على example 38، والله هو موجود عندنا صحيح، ليش أنا موجود عندنا على الديسكتوب، خليني أشبك على الديسكتوب. فيش داعي التصوير هذا مش واضح كثير راح يكون. اللي هو صفحة 93. طيب بين عندكم ها example 38 ها بين طيب. طلعتوا طبعا احنا بالنسبه لسؤال الكمبريسر هو زي example 38 except انه هون لاحظوا لما بنعمل الماس بالانس بنكتب الدي ام باي دي تي از ايكوال تو ام ان ماينس ام اوت. تمام الام ان هلا بوزيتيف مش هيك، والام اوت عرفتوا ليش؟ هلا خليني اورجيكم الرسمه بس هون. هلا هذا في عندنا الكمبريسر وهاي الان وهاي الاوت. تمام هون فقط الام ان اللي هي راح تكون الرو في كيو ان. فهمتوا علي؟ والام اوت الام دوت اوت اللي هي طبعا معطيه هي ثابت. عرفتوا علي؟ ماشي فالفرق راح يكون بيسكلي هاي راح تكون بوزيتيف الساين هاي، يعني نفس المعادله هاي راح تطلع عندنا اكزاكتلي ذا سيم، يعني نفس المعادلات تطول اكسبت انها الاشاره هاي بوزيتيف. وهذا طبعا منطقي لانه احنا اللي بنعمله هون انه ما بنفرغ التانك، احنا قاعدين بنضغط وبنزيد كميه الهواء فيه، وبالتالي هذا لما الان احنا لما ناخذ الانتي لين بتصير اي هون اي اكسبوننشال وهاي بتروح طبعا. ماشي ولكن البقيه راح يكون ذا سيم. تمام البقية راح يكون the same. هلا لاحظوا هون عندنا التايم معطي طبعا، معطينا التايم اللي هو قديش كان 30 minutes يمكن إيش زي هيك. أنا للأسف حل السؤال عندي بنزل لكم إياه اليوم إن شاء الله، أي موجود عندي بالمكتب والله نسيته بالمكتب، بنزل كل حل. بس أنا حبيت أحكي لكم إنه هو نفس حل السؤال اللي عندنا هون except إنه هاي بدل الماينس إيش بلس. تمام وطبعا هون احنا اللي الثابت عندنا بالمناسبه ام اوت وليس ام ان، يعني هاي الام دوت اوت على الكيو ان، ام دوت اوت على الكيو ان، هاي يمكن كمان هاي تختلف فاهم، هاي بدها تكون الكيو ان لانه ما في عندنا كيو اوت احنا، هاي ان، اذا هاي بدها تكون ام دوت اوت وهاي بدها تكون كيو ان. ماشي هلا المشكلة وين كانت بحل السؤال هذا؟ المشكلة اللي أنا حسيت إنه إحنا لما إجينا نأخذ الماس بالانس رحنا نقلنا الماس بالانس مش يعني خلينا نقول نسبة 40% راحوا نقلوا الماس بالانس نفسه. طب يا جماعة الماس بالانس للكمبريسر نفسه الماس بالانس للفاكيوم بامب؟ يعني اتجاه الفلو نفسه؟ امبوسيبل، لانه هون احنا عندنا احنا قاعدين نعمل كومبريشن، احنا قاعدين نضغط الغاز جوا التانك، الهواء جوا التانك. بالمثال المحلول عندنا هون بنعمل العكس، قاعدين بنفرغ التانك. هل من المعقول انه الماس بالانس للكومبريسر نفسه الماس بالانس للفاكيوم تانك؟
احنا تطبيقنا للماس بالانس مش صحيح. هون كانت هاي عندي مشكله فاندمنتال، يعني اللي حط الماس بالانس صح وغلط بالخطوات ما في مشكله، بس اللي اساسا حاط الماس بالانس خطا، حاط لي اياه نفسه اللي بالمثال، معناته هو مش فاهم شو بسوي. هو قاعد بنقل من مثال محلول زيه ومش فاهم شو قاعد بعمل. دكتور انا عكستهم صراحه بالسؤال، المشكله انا كاتب المعطيات صح بس يعني ابصر كيف والله سهيت بالامتحان يعني وعملت العكس، باقي الخطوات كلها كملتها صح، تفاجأت بالعلامه صراحه. يا مهند يا مهند، هلا انت لما بدك تعكس بده يطلع عندك البي 2 اللي هو مطلوب، بده يطلع اقل من البي 1 ماشي. يعني انا بفترض انه احنا لما بده يطلع معنا الحل عكس المنطق، يعني انت في عندك كومبريسر، كومبريسر قاعد بضغط بتنك، يعني قاعد بيعبي لنا بتنك بهواء مضغوط، هل من المنطق انه يطلع الفاينل بريشر اعلى من اقل من الانيشال بريشر بالكومبريسر؟ يعني نفترض ان احنا غلطنا بالماس بالانس، رحنا على النتيجه النهائيه طلع عندنا الفاينل بريشر اقل من الانيشال بريشر، طب بالكومبريسر هذا الكلام منطقي؟ انت علي؟ الفكرة انه هذا السؤال تسألني اياه مثلا وانت بتشرح زي هيك بقول لك لا والله مش منطقي شيء، بكون مركز بس يعني امتحان مدته 12 دقيقة تمام؟ انا هيك تفكيري انه بدي اخلص حل، بدي اكتب خطوات، بدي اخذ علامات صح ولا لا، هون تركيزي خصوصا بعد ما انا شايف علامة الملتيبل كانت نازلت لي 9، فانا خلص بدي احل، انا فاضي انتبه على المنطق ولا لا، فقعدت اكتب الخطوات اراجع والله حلي صح سلمت. طب انا سهيت بالخطوة الأولى يعني شو انت بتحكي؟ في ناس غاش من الكتاب، طبعا انا مش غاش بالكتاب، يعني انا باكد لك انه انا ما رجعت للكتاب. يعني مش غش يا مهند، يا مهند انا ما قلت غاشين من الكتاب، انا قلت نقلوا من الكتاب حرفي بدون ما يقرا السؤال، انا ما قلت غاشين، ما هو الامتحان اوبن بوك يعني يعني شو المشكله انه احنا نستخدم الكتاب؟ فهمت علي؟ يعني انا ما عندي مشكله حتى لو كان الامتحان اون كامبس بالمحاضره، ما عندي مشكله تستخدم الكتاب. هل استخدام الكتاب يعني انه ضروره؟ انا ما بغش، لو كان نفس السؤال انا جايب لكم اياه بنفس الارقام وواحد اجى نقله بكون في مشكله عندي بامتحاني. انا اصلا انا جبت نفس فكره السؤال ولكن عكست اتجاه الفلو ماشي، هذا اللي صار فقط. عرفت علي؟ مش مشكله يا مهند، مش مشكله، احنا بالنسبه للامتحان راح نلاقي اليه بحيث نعوضكم عنه ان شاء الله وتكون اموركم كويسه. دكتور معلش احكي شغله بس على السريع، تفضل. انا حكيت لك يعني انه بالوقت اللي معي انا كنت بدي اكتب حل حتى لو الجواب النهائي ما وافق يعني المنطق زي ما حكينا، بس الفكره انه خلص انا كتبت حل سلمته. لا لا مهند، لا مهند اتحملني، لا لا اتحملني، هذا الكلام مش صحيح. طيب. هذا كلامك مش صحيح، لان الخطوات كان غلط يعني. الان يا مهند اتحملني، انت قاعد بتقول لي انه خطواتي صح، طب انت لما بتكون حاط الماس بالانس حاطه خطا، ايش وين ظل الصح بالموضوع؟ فهمني، انت ما قرات السؤال، ما يعني ما قراتش السؤال كفايه، انت بتقول لي ما فيش وقت 12 دقيقه. طب اسالك سؤال، اللي حل السؤال كيف حلوه ب 12 دقيقه لعاد البقيه؟ في عدد كبير حلوه صح. لا انا ما اعترضت يعني الوقت بكفي وزياده وانا مسلم قبل كمان، ما في مشكله يعني. ما هو يا مهند، يا مهند الماس بالانس احنا بالنسبه لنا هو الاساس، يعني انت قول لي الماس بالانس نبدا فيه صح، خلني اخذ وقت اقرا السؤال واتاكد ان حاط الماس بالانس صح، بقيه الخطوات ما هي ايش؟ ما هي ماث، مش حكينا احنا بقيه الخطوات؟ يعني انت بتحل ديفرنشال سيبريشن اوف فاريبل، بتحل ديفرنشال ايكويشن، يعني احنا ما في عندنا فعليا الفيزكس بالموضوع، الفلويد بالموضوع، لو تحطها الانيشال ايكويشن اللي هي الماس بالانس حالتنا هاي. فلما بتقول لي لا الخطوات لا، معناته احنا فاهمين السؤال. بالاضافه للموضوع هذا، انا لما باجي بصل للحل النهائي وبطلع مناقض للواقع، انا في عندي كومبريسر وقاعد البريشر بنزل، معناته بدي ارجع انا راجع حلي اشوف وين المشكله عندي. فهمت علي؟ فمش مشكله يعني احنا مش الفكره هون، يعني انا مش قاعد مثلا بدي اقول لك ليش عملت كذا، بس الاصل انه يكون دائما احنا بنتعامل مع فيزيكال سيستم، لازم يكون الجواب اللي بيطلع في لوجيك. حتى انا لو ما انتبهتش للماتيريال بالانس وطلع معي الجواب النهائي مش منطقي، زي مثلا الواحد يطلع معه التايم بالنيجاتيف، طب يطلع معنا التايم بالنيجاتيف معناته في عندي شيء خطا اكيد، يا اما بالارقام
يا اما بصيغه السؤال. عرفت علي؟ مزبوط حكيك الفكره؟ مزبوطه نعم حكيك مزبوط بالاساس، بس يعني انا والله يعني انه شفت انه علامتين على الحل تبعي صراحه شفتها يعني قليل كثير، لانه حكيت سؤال بست علامات يعني هو ست علامات. الاصل اذا بدنا نكون واقعيين صفر يا مهند، صح ولا لا؟ الاصل صفر، لانه احنا بادئين اول خطوه. انا في عندي خطوات، انا اليوم بنزل كل الحل تشوفوه ومقسم عليه خطوات الـ يعني الـ يعني انت لما تكون الانيشال ماتيريال بالانس مكتوب خطا، على ايش بدي اعطي علامه؟ انا بس على الجهد انا اعطيت علامتين. عرفت علي؟ فهمت علي مهند؟ بس مش مشكله، احنا هلا خلي العلامه هسه، بس احنا الفكره بالسؤال انه احنا بدنا نكون نتاكد انه، وانا عارف يا مهند انك من اللي متبعين وفهمانين وعارف الكلام هذا، بس انت بالامتحان كاين مرتبك ومتسرع بشكل واضح، تمام؟ على كل حال هلا في اي استفسار ثاني عن السؤال هذا عن الفرع؟ هلا يا جماعه انا ما بجيب اسئله غريبه، بدكم تفهموا الكلام هذا. انا بجيب اسئله اما من الهوم ورك اللي اعطيتكم اياها او من الاكزامبلز، لكن بدكم تنتبهوا اذا جبت لكم سؤال زي اسئله الاكزامبل او زي اسئله الهوم ورك لا حدا يروح ينقل، بدكم تقراوه. فكره ما فيش افكار جديده. الكتاب مغطي كل الافكار اللي بتهمنا بالفلويد، لكن انا من حقي اغير الارقام، من حقي اغير اتجاه الفلو، من حقي اطلب شيء غير المطلوب بالسؤال الاصلي. ما دام انا حليت السؤال الاصلي معناته انا فاهم شو بشتغل ولست حافظا. تمام؟ هسا دكتور تفضل. دكتور هسا انا بس استفسر عن شغله، انا زي مهند طبعا خربطت في طريقه الحل، يعني اعتبرتها سالب. طيب بس الفكرة هي ليش تطلع موجب؟ يعني إنه ما فيش ماوس أوت يعني من النظام كامل، إيش الفكرة بس؟ كيف ما فيش ماوس أوت؟ كيف يا حسن كيف ما فيش ماوس أوت؟ ما أنت هيني راسم لك إياه، شايف الكمبريسر هيو، هاي الماس إن اللي طالعة، هاي الماس إن مش هيك؟ اللي داخل من الكمبريسر على التانك، وهاي الماس أوت اللي طالعة منه الليك، هاي ماس أوت. كيف ما في ماس أوت؟ تمام. انت خربطت مع السؤال اللي كان الثاني. السؤال الثاني في عندك هون بدل الكمبريسر فاكيوم بامب، الفاكيوم بامب قاعد بتسحب الفلو. يعني السؤال هون، هذا السؤال هو تماما عكس السؤال اللي جاك. ولاحظ الليك بدخل ماشي، والمضخه بتطلع الهواء من التانك. هون سؤال الامتحان معاكس تماما، عكسنا الفلو. يعني ها خلينا نرسمهم حتى مخطوط مشان نوضحهم اكثر. السؤال اللي عندنا هون المثال، هاي اتجاه الليك وهاي اتجاه الاوت فلو اللي بالاحمر، تمام؟ سؤال الامتحان تماما عكس، اوكي؟ بس هاي الملاحظه. غيره اي ملاحظات ثانيه؟ معلش تعليق اخير بس. تفضل. خلص هيك معناته الامتحانات الجاي انا بركز على الدي ام على الدي تي الفيزيكال مينينج وطز بالماثماتكس كلها. فالفكره انه الامتحان يعني على حسب حكيك والله يعني تناقض. يعني ما سمعت اخر جمله والله ما سمعت ايش. بحكي لك انه مثلا بنركز على الفيزيكال مينينج وانسى الماثماتكس كلها، كل اللي عليها علامتين وثلثين السؤال على الفيزيكال، على الفهم الفيزيائي للسؤال. طب بالمالتيبل مثلا انا كنت فاهم اشياء فيزيائيه تمام، وخربطه صغيره بالماثماتكس ضيعت علي ثلاث علامات اللي هي تقريبا نفس العلامات اللي كنت راح اخذها على الفيزيكال مينينج بسؤال من الاس اي. الفكره احنا هون المالتيبل ناقض الفكره الاساسيه، يعني بدي فيزيكال مينينج، والاس اي ناقض الفكره الاساسيه انه الماثماتكس خلاص مش مهمه بالاس اي ومهمه بالمالتيبل. فوالله يا دكتور يعني انا عجبتك يا مهند انت حطيت كلامي بثم انا ما حكيته، انت حطيت كلامي بثم انا ما حكيته. انا ما حكيت انه الماثماتكس مش مهم. انا كل اللي بقوله احنا كمهندسين وكمهندسات الفيزيكال مينينج للبروبلم اهم من الماثماتكس، لانه انا بالماثماتكس بالنهايه يعني ما فيش عندك ولا برنامج بروح بحل لك سؤال بعمل لك الماتيريال بالانس او الانرجي بالانس وبحل لك السؤال ببدا لك فيه، ما فيش شيء زي هيك. بس في برامج كثير بتحل لك الماثماتكس بكل سهوله. انا اللي قاعد بحكي انه احنا كمهندسين فهمنا للهندسه هو دائما باعتمادنا على المنطق والفيزيكس اوف ذا بروبلم. الفيزيكس اوف ذا بروبلم اهم من الماث،
مش لانه الماث مش مهم، ما حكيت هيك يعني، انت حطيت يعني انت حكيت لا مش هيك قصدي، لا انا اقل اهميه الفيزيكس اهم بكثير. نعم صحيح، لانه انا يعني الفيزيكس المقصود فيه الهندسه، احنا بنحكي عن احنا اذا مش فاهمين البروبلم مجرد هي ارقام نحط ارقام مع بعض ونطلع نتيجه، شو الفائده شو استفدنا؟ اكيد صح انا اللي بحكيه انه فهمنا البروبلم، الفيزيكس تبعت البروبلم هي اهم من الماث، لانه الماث بالنهايه يعني زي لما كنا نقول بالترايل اند ايرور، في عندك بكل سهوله انا بقدر الترايل اند ايرور اعمله على الاكسل او على برمجيه ثانيه، اي ديفرنشال ايكويشن بقدر احلها، مش مشكله كبيره هاي. لكن هذا لا يعني انه الماث مش مهم. طب كيف نشتغل بدون ماث؟ يعني كل شغلنا الماث، يعني ليش كل مواد الماث اللي بناخذها الماث مهمه. هلا بالنسبه للمالتيبل تشويس، يعني انا كنت جاي على المالتيبل تشويس، بس خلينا قبل المالتيبل تشويس نروح على السؤال. ظل في اي تعليق على بارت بي؟ مره ثانيه انا يا جماعه بنزل لكم حل بارت بي اليوم ان شاء الله، بصور لكم اياه وبنزل لكم اياه على الاي ليرنينج مشان تشوفوا وتقارنوا مع اجاباتكم. بدي اروح على الفرع بارت سي اللي هو كان عن التانك. تحملوني شوي بس خليني ارجع هون. دكتور تفضلي. كمان بالنسبه للوقت بين بارت بي وبارت سي، هلا يعني انا مثلا لو خلصت امتحاني بارت بي وبدي اسلمه واروح افتح بسرعه على بارت سي، صراحه عجقه يعني. لو كان في بينهم بس اقل شيء 3 دقائق ان الواحد يخلص هداك ويسلمه ويجي يفتح هذا، لانه والله كثير نعجقنا. طيب. كان يا دوب الواحد مش ملحق. اذا المساله 3، ما هو بتعرف احنا احنا المشكله مشكلتنا وين دائما؟ مشكلتنا يعني خلينا احكيها هيك، يعني احيانا بكون ابيوز الوقت الزياده، بكون في ناس بيستغلوه بطريقه غير مقبوله. وانا حكيت يعني اللي عندي حكيته، انا بهمني برضو كمان الامتحان يكون معبر عن مستوى الطالب، يعني كل واحد ياخذ حقه. لما انا ما عندي مشكله ازيد الوقت، بس المشكله حكيت لك في ناس راح يستغلوا الفرصه ويصيروا يوزعوا. الان ليش كل سؤال بنزل لحاله كمان لنفس السبب؟ يعني احنا جربنا سابقا ننزل السؤالين مع بعضهم، بصيروا يعني للاسف بعض الطلاب طلابنا بعينوا جروبس، ناس بحلوا السؤال الاول وناس بحلوا السؤال الثاني، وبخذوا وقت ضعف وقت اللي اخذ الطالب اللي قاعد بيشتغل بحق الله. تمام، هذا اللي كان يصير، وكنا نتفاجئ انه في ناس بخذوا قاعدين يعني مش يعني اللي